السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معانا شجرة من أهم الأشجار الخشبية اللي هتلاقيها في كل مكان في الريف، بتنمو بشكل رهيب وموجودة بكميات كبيرة، ولكن للأسف احنا مش بنهتم بيها، ولو اهتمينا بيها هنقدر نطلع منها خشب يكاد يقارب في قوته الزان وكذلك المهوجني الأسباني اللي هو من أقوى الأخشاب عالميا. شجرتنا النهاردة ألا وهي شجرة الزانزلخت، واحدة من الأشجار الهامة جدا في مجال زراعة الأشجار الخشبية، وكمان رخيصة وخشبها قوي جدا. ما تنساش تدينا لايك للفيديو حتى لو مش هكمله، وتشترك في القناة، ويلا بينا نتكلم عن الزنزلخت ونعرف كل التفاصيل عنه. يلا بينا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا خير. كالعادة بنستكمل مع بعضينا السلسلة اللي قلنا هنتكلم فيها عن أهم 15 شجرة خشبية موجودين في الساحة المصرية، كلهم بتوعنا ومش جايبين حاجة من بره، وأشجار نقدر نعتمد عليها في توفير احتياجاتنا الخشبية. هل أدلكم على شجرة تطلع خشب محترم بجد؟ هي شجرة الزنزلخت. زي ما انتم شايفين في الفيديو قدامي، ده تصوير من الغيط عندنا صراحة، يعني ليه شجرة زنزلخت مزروعة في الأرض، وطبعا في كميات رهيبة من أشجار الزنزلخت موجودة. وشجرة الزنزلخت الاسم العلمي بتاعها ميليا أزدارخ، وهي نوع من أنواع النباتات اللي بيتبع الجنس الأرزدرخت دوت، الفصيلة الأرزدرختية معلش هي اسمها رخم شوية. هي شجرة متساقطة الأوراق، يعني أنت تلاقيها في الربيع والصيف ورقها دايما موجود اخضر جميل شكله جميل، وفي الخريف والشتاء ما بتلاقيش عليها اوراق. شجره من الاشجار السريعه جدا واللي بتنمو بشكل سريع، وان انت في خلال 3 4 سنين تقدر تاخد شجره محترمه بمجموع نباتي وغطاء نباتي كويس جدا. بيتم زراعتها وجماعه بتوع اللاند سكيب بيستخدموها في تنسيق الحدائق والمتنزهات علشان الظل اللي بتوفره وعلشان معدل انتشارها، وعشان برضو بتتحمل الجفاف النسبي. جميل، ولكن هي فيها عيب ومشكله كبيره، ان هي ما بتقدرش تتحمل الاتربه والادخنه، يعني ما بينفعش نزرع في اماكن معينه بعينها، لازم نختار الاماكن تنزرع بيها. والشجره دي معروفه من زمن الزمن، يعني هي مش شجره جديده، بتيجي من البيئه اللي هي المناطق المداريه، المناطق الاستوائيه، بتلاقي موجود فيها شجره الزنزلخت، وكمان موجوده في جنوب اسيا والعديد من دول العالم بدات الشجره دي تنتشر فيها وتخش في كل مكان. ده شكل بذور شجرة الزنزلخت. بيقول لك بقى ان في بعض الدول بيصنعوا من البذور دي لما بتنشف سبح، بيعملوها سبح. المهم ان احنا قصتنا كلها مش في البذرة ولا في الشجرة، رغم ان شجرة الزنزلخت للعلم بتنتمي لعائلة المهوجني، وهي شجرة ظل في المقام الاول، يعني ناس كتيرة بتزرعها علشان الظل بتاعها. الشجرة دي شجرة معمرة وضخمة بيوصل طولها في بعض الاحيان الى 12 متر، ولو بقى واخدة كل الظروف والعوامل المناسبة ان هي تنمو اكتر بيوصل طولها ل 30 متر. وعرض شجرة الزنزلخت بيتوسط، يعني هي بتبقى الشجرة من فوق تاجية كده، بتضل تحتها من 6 ل 8 متر، فهي شجرة ممتازة جدا لموضوع الظل والكلام ده كله. ولكن احنا اللي يهمنا هنا في القناة ان احنا بنهتم بالانتاج الخشبي بغض النظر عن كل الفوائد البيئية، لان ما فيش شجرة مالهاش فائدة بيئية مهما كانت هي، ولكن احنا بنهتم بالانتاج الخشبي. ده شكل ساق شجرة الزنزلخت. حلو كده، ده شكل الساق. الساق دوت او الشجره ديت فيها كميه خشب محترمه جدا، ولكن زي ما انتم شايفين البراويز والعيوب ديت دي كلها عيوب ممكن تداركها وانت بتربي الشجره. احنا للاسف ما بنعرفش نربي شجر، وهي دي المشكله القائمه اللي كل الناس مش واخده بالها منها، ان احنا ما بنعرفش نربي شجر. مش الفكرة ان انت تزرع، الفكرة ان انت تربي شجرة صح وشجرة ممتازة عشان تيجي في الاخر يا صديقي تلاقي فيها فلوس. واحدة من الاشجار ديت واللي خلاني بدأت اتكلم في معظم الاشجار المختلفة حاجة زي الزنزلخت. الزنزلخت شجرة ممتازة جدا في انتاجها الخشبي. ده شكل الشجرة اهوت من بعيد والطول بتاعها بسم الله ما شاء الله، يعني انت لو رحت لاي واحد نجار في القرى او في الارياف والناس اللي بتقطع الشجر هقول له يا باشا الزنزلخت، هيقول فيه شاع، شجرة قوية جدا. بعض الابحاث وبعض الدراسات بتقول ان هي الشجرة كثافتها الخشبية وقوة اخشابها بتشابه المهوجني الاسباني بالظبط. المهوجني الاسباني ده لو تعلم هو اغلى نوع من انواع المهوجني، انت فاهم، من سعر المتر المكعب فيه بيوصل ل 40 و50 الف جنيه، وينفع ينزرع في مصر هنا ولاد بنزرع في وجه بحري فقط، ما ينفعش ينزرع في وجه ابلي، علشان كده انا مش بتكلم عنه كتير.
ان مفيش اماكن استصلاح كتيره في وجه بحري. حلو، ده منظر لشجره الزنزلخت من بعيد، وهي دي الفكره متكلم فيها. الزنزلخت امتى تلاقي فيه فلوس؟ لما يبقى طالع معاك عود او يعني او شجره استريت قائمه مفيش فيها اي تشوهات، يعني شكل الوضع دوت لحد دلوقتي كويس. ولكن هي الشجره غصب عنها طبيعتها ان هي تاجيه متفرعه. ده انا ممكن اتغلب على العيب ده ازاي؟ ان انا ازرع الشجره وايدي فيها. طيب هل ممكن شجره الزنزانه تشتغل كمصدات رياح؟ زي ما قلنا في الاول ان هي شجره متساقطه، فاي شجره متساقطه لا تصلح انها مصدر الرياح، ولكن ممكن يبقى مصد ثانوي الغرض منه انتاج الخشب. ده منظر التاج بتاع الشجره اهيت، بسم الله ما شاء الله، شايف الشجره مضلله ازاي. فانت لو عندك استراحه في الجبل في الارض بتاعتك ممكن تزرع شجرتين زنزلخت يمين وشمال للاستراحه، يضللوا عليك ويعملوا شويه هواء حلوين، وفي الاخر برضو تلاقي فيه محبه حطب. دي النقطه اللي بتكلم فيها في موضوع الزنزلخت. شايف التفرعات دي كلها؟ دي من شجره واحده. وعلى فكره البذره بتاعتها يعني حيويتها عاليه جدا لو انت شلتها بدري. يعني انا مثلا ما عنديش شتلات زنزلخت وممكن افكر اشتل شويه، تمام، ولكن انت لو لقيت زنزلخت في اي حته خد البذور بتاعته وارميه عندك في الارض، هتطلع بسرعه. بعض الدول صنفتها ان هي من الاشجار الغازيه لان هي بتطلع بسرعه، يعني بذرتها حيويه جدا وبتترمي في الارض تطلع على طول، فبتطلع بشكل عشوائي في كل مكان، والشجره لما بتنقطع بتطلع خلفات تاني. ولكن كل قصه مشكله الزنزلخت ان انت لازم تبقى ايدك فيه، طول ما ايدك في الشجره طول ما العود هيطلع مستقيم وثابت، مش هيبقى فيه اي تشوهات او مش هيبقى فيه فروع كتيره. انا ممكن ازرع شجره الزنزلخت واقطعها مثلا بعد 4 سنين هاخد منها خشب كويس جدا. سعر طن الزنزلخت بتراوح من 1500 ل 2000 جنيه على حسب قطر وحجم الشجره. ده منظر ما نحبش نشوفه خالص في شجر خشب، لان ده كله في الاخر هينقطع ويتعمل فحم يتولع فيه نشوي عليه نعمل بيه اي حاجه تاني، او بيبقى مزروع عشان الضله بتاعته انما نطلع منه خشب. لا، الهند مثلا بتعتبر شجره الزنزلخت من الاشجار الاقتصاديه عندهم، وزي ما انت شفت في مقدمه الفيديو، ولكن طبعا مش عارف انزل لك الكلام ده كله عشان حقوق الطبع والنشر، بيزرعوا منه غابات. الفكره ان انت تختار الصنف الخشبي المناسب ليك، وفي حاجات كتيره رخيصه تقدر منها ان انت تطلع خشب ويبقى عندك حاجه كويسه تبقى دخل اضافي ليك. وده طبعا اللي هنتكلم عنه وهدفنا فيه في السلسله دي، ان انا من اشجار رخيصه الثمن اقدر ازرع كميات كبيره من الشجر وفي نفس الوقت الاقي فيها سعر. اهو ده منظر للعيوب اللي في خشب الزنزلخت. في النهايه يا صديقي احب اقول لك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. تحياتي ليكم، محمود حمدي، والسلام عليكم.